أهلا وسهلا فيكم من جديد. الآن وقفتنا الشهرية مع الثقافة والفنون وأكيد ما لها إلا تغريد. شكرا لك يا علي. جولتنا الشهرية على أبرز أعمال وابتكارات الفن والفنانين مشاهدينا ومستمعينا، نبتديها بفن يتميز بالغرابة. نعلم أن هنالك فنانين بمجالات مختلفة ممكن أنهم يشتركوا سوا عشان ينتجوا مشاريع فنية، ولكن شراكة تحدث بين الإنسان والنحل هذا أمر جديد وغير اعتيادي، لكن هذا ما يتخصص به فنان اسمه توماس ليبرتيني، فنان سلوفاكي، واللي ابتكر الفن لاستكشاف جمال الطبيعة وذكائها والتحقيق في الأسئلة الوجودية للعقل البشري ودراسة العلاقة ما بين الإنسان والطبيعة. على مدار العامين الماضية كان هذا الفنان يعمل في هذا المشروع، وهو تمثال نصفي للملكة نفرتيتي ملكة مصر، واللي سماه الأبدية. وبدلا من اتباع الطريقة التقليدية للنحت واستخدام الطين أو المعدن، فقد اختارها الفنان أنه يستخدم شمع العسل، وقد ساعدته مجموعة من النحل حوالي 60,000 منهم على وجه الدقة لمساعدته. ما تراه الآن هو مخلوق طبيعي بالكامل صنع النحل مع القليل من التوجيه الهيكلي بواسطة الفنان، وقد عمل على إنشاء تماثيل أخرى بنفس الطريقة. من أين يستوحي الفنانين أفكارهم وإبداعاتهم الفنية؟ ممكن البعض يقول جمال الطبيعة أو المظاهر الحضرية في المدن أو حتى الأفكار الشخصية اللي بتنتج الفن التجريدي، ولكن هذا الفنان اللي راح نحكي عنه الآن أكثر ما ألهمه هو السيارات المتسخة. نعم، الغبار المتجمع على أسطح السيارات الكبيرة هو أداة الفن الأساسية اللي بيعتمد عليها الفنان الروسي نيكيتيا غولوبيف، يبحث عن أكثر السيارات اتساخاً في العاصمة الروسية موسكو، ويقوم برسم لوحات متقنة مختلفة. أحياناً بيرسم شخصيات خيالية كرتونية، وأحياناً رسومات متقنة لحيوانات. كل ما يحتاجه هذا الفنان مساحات كبيرة يرسم عليها، كل ما حس إن هو يحابب إنه يرسم، وهو من هواة الرسم السريع، ولذلك وجد ضالته في جوانب السيارات الكبيرة. الطريف في الموضوع مشاهدينا ومستمعينا أنه هذا الفنان ما عمره أخذ إذن من أصحاب هذه السيارات، ولكن ما في أحد منهم تضايق من هذه الرسومات وحاول أنه يشتكي عليه قبل كذا، بل على العكس كانوا معجبين بها وأبقوها على سياراتهم لأطول فترة ممكنة.